البيقونية متعبة في ما هو أزيد من ذلك. البيقوني لا تعرف ترجمته، وسيأتي موضع هنا ذكر ذلك. وقد وجدت أحد العلماء المتأخرين عزى بيتا منها إلى الترمنيني، فأخشى أن يكون البيقوني مصحفا وتتابع الناس على تصحيفه، ففي نسبتها إلى البيقوني وتحقيق من هو البيقوني نظر لم يقضى به، فإن الشراح تتابعوا على نسبتها إلى البيقوني، ولكنه لم يحقق ترجمة هذا الرجل، فأخشى أن فيها تصحيفا في النسبة. إن منظومة البيقوني مدخل لطيف إلى فنون الاصطلاح الحديثي وعامة المتأخرين يستفتحون درس المصطلح بها، وعليها شروح كثيرة غالبها مبني على الإيجاز، وسبق إقراء بعضها في برنامج الدرس الواحد كشرح بدر الدين الحسني وشرح حسن المشاط، وهذا الشرح فوق رتبة شروح البيقونية المتداولة، فإنه بسط المسائل التي تضمنتها على نحو جيد، ويكاد يكون هذا الشرح أفضل شروح منظومة البيقوني التي صنفها القدامى، وهو أولى بالدرس من شرح الزرقاني عليها الذي عول عليه علماء الأزهر واليمن. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن نظم البيقوني كما سبق مدخل متداول إلى فهم علوم الحديث، وعليه شروح وجيزة، وهذا الشرح فوق تلك الشروح، فإقراؤه ترقية في فهم هذا النظم خاصة، وفي فهم علوم الحديث عامة.